من جانب آخر، أعلن مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان، أعلن أن الجامعة طورت برنامج استقطاب العلماء المميزين لاستقطاب 100 عالم بارز عام 2011 للعمل في مجاميع بحثية، وسيتم منح هؤلاء العلماء الجنسية السعودية تحفيزا لهم وتشجيعا، إضافة إلى تحويل هذا البرنامج إلى برنامج وطني يستقطب 1000 عالم.